سلام البنات، اهلا وسهلا بكم من جديد. نقول دائما انكم تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده. البنات اليوم جيت نتقاسم معكم بصراحه الطريقه ديال التخزين ديالها في المجمد ان شاء الله. يا البنات نتمنى تنال الرضا ديالكم. عندي البنات كيلو ديال الفول الرقيق، نص كيلو ديال الجلبانه، واحد جوج رص كبار ديال الثومه البنات اللي منقيين، عندي هنا زيت العود البنات، وعندي الملحه، وعندي واحد الكوكوطه البنات اللي عندي فيها واحد القدر ديال الماء اللي غيطيب ليا هذا الفول مع هذه الجلبانه البنات. نمشيو البنات نطيبهم ان شاء الله. نشارك معكم الطريقه ديالي البنات اللي كندير، اللي كتجي يعني كتجي زوينه وكتساعدني في المطبخ البنات. هاد الطريقه باش كنطيب البصاره. انا البنات لا لاحظتوا انا غادي ندير الجلبانه ديالي والفول وديك ثوما البنات، نديرهم في الماء عندي في الكوكوط غليان، ونخليهم البنات كي يبداو يغلاو. نجيب واحد المغرفة البنات نحركهم، نحرك ديك الفول مع ديك الجلبانه البنات. البنات غندير لها واحد القياس ديال الملحه، كنملحوا البنات من النبل الاولى صافي كنملحوها، باش ملي كنبقاو نبغيو نشحروها كنبقاوش نزيدوا ليها الملح، كنديروا لها قياس ديال هذا الملح المره الاولى. اما الزيت كنبقاو كنشحروها في الزيت. انتم غتبعوا معايا البنات وغتشوفوا الطريقه. هنا درت الزيت البنات، ممكن البنات ما ديروش الزيت في هذه المرحله حتى كتغلى ونحيدوا ديك الرغوه اللي كتكون فيها، عاد كنديروا الزيت البنات وكنسدوا عليها نتوما واللي بغيتو، لان ملي كنبداو نحيدو ديك الرغوه البنات كتنقص لينا ديك الزيت اللي درنا، ولكن حنا كنديروها البنات باش ما تفيضش لينا، داكشي اش كنديروها في الاول. داكشي الا درناها البنات ما درناهاش في الاول كتبقى تفيض لينا. هنا البنات غنبدا نحيد ديك الرغوه اللي كتطلع، لا لاحظتو ها هي ديك الكشكوشه كنحيدها، هي كتغلى وانا البنات دايره واحد مغرفه وكسرونه، وكنحيد كاع ديك الرغوه اللي كاينه حتى كتصفى ليا البنات، ما كتبقاش كاع فيها ديك الرغوه، كتبقى غير الميها يعني والفول والجلبانه. عاد البنات غادي نزيد عليها واحد الكاس د الماء يكون سخون، ونسد عليها ونقص العافيه تماما، ونخليها طيب البنات على المهل ديالها حتى كديك حتى كيتحل ديك الفول وديك الجلبانه. صافي غنخليها تزيد تغلى شويه البنات، فين ما كتبان ليا تجمعات ديك الرغيوه كنحيدها من الجناب ومن الوسط. هذه الطريقه البنات باش كتجينا البصاره ديالنا زوينه، فيها غير هاد شويه الخدمه في الاول البنات وصافي، من بعد كتجي ولي تجينا سهله. لاحظتوا البنات هنا راه صفات، ما بقاش فيها كتبقاش كتطلق ديك الرغوه. غنزيدها كاس الماء سخون ماشي بارد البنات، كنأكد عليها. صافي غنحركها البنات وغنسد الكوكوط ديالي كي قلت لكم، وغادي نقص عليها على الاخر ديالها ونخليها طيب في خاطرها تتصفر عليها مزيان البنات، كطيب مزيان حتى يعني كتحل بوحديتها. انتما غتشوفوا معايا البنات النتيجه. صافي البنات انتما لاحظتوا راه الصفاره كتصفر. صافي هنا البنات راه داز الوقت، غنحل عليها خليتها تبردت على خاطرها البنات الكوكوط الصفاره. شوفوا البنات كتلقاو ديك الفول وديك الحمص، صافي ديك عفوا الفول وجلبانه كتلقاهم طاب والبنات تحلو. شوفوا ولا لاحظتوا اللي عنده ديك بغى يطحنها في الماكينه د مطيشه البنات كيطحنها، اللي عنده ديك باش كنطحنوا ديك يعني ديك العمود بهذا هو البنات اللي دابا انا غنطحن بها البنات، غنطحنها مزيان حتى كتولي لينا ليس ديك البصاره. بكري البنات كانوا كيصايبوا لها واحد العويد كيقولوا ليه المراق، هو اللي كانوا كيبقاو يدوروا به حتى كتحل، لان ديجا طايب ديك الفول وديك الجلبانه كتجي لذيذه البنات، هذه اللي مخلطه بالفول والجلبانه.
صافي البنات دابا ملي غادي غنحيدها غنخليها حتى تبرد تماما. دابا غنخدم بها البنات ما ناكل حالا باش نوريكم كيفاش كندير. اما الباقي غنخليه حتى يبرد تماما البنات، عاد غنوريكم كيفاش كنخزنو هنا البنات. الطريقه ملي كنكون مثلا خزنته في الثلاجه في فريكو غنجبدو، كنجيب الطويجين ديال التراب ما توفر ليش دابا كيقولوا ليه التويكره، انا عندي غير الطاجين عادي البنات غنشحر كنشحرها فيه حتى هو كيجي زوين. كندير زيت بلديه، غندير واحد المعلقه ديال الكمون، وغندير عاوتاني معلقه ولا معلقه ونص ديال التحميره على حسب كل واحد واش كيبغى اللون ديالها. انا كتعجبني كل لون ديالها بحال غادي الحموريه والتحميره البنات. ملي كنشحروها في الزيت كتطلق اللون اكثر من الا درناها مباشره، كتطلق حتى النسمه ديالها. صافي هنا البنات غادي نشعل عليه البوطه وغنخليه تشحر، غنزيد واحد شويه الهريسه اختياريه اللي كيبغيها. غير شويه البنات صافي، غنخلي حتى تشحر ليا هاد الكمون مع التحميره وزيت بلديه، تشحروا مزيان في الطاجين يغلاو. عاد غنزيد عليهم البنات البصاره ديالي اللي طايبه، نبقى نحرك حتى تنسجم ليا العناصر كامله. لاحظتوا البنات التحميره ملي كنشحروها في الزيت كتطلق اللون ديالها مزيان. غنتسنى عليها حتى تغلى البنات، ها لاحظتوا هي غلات ديك الزويته مع ديك العطريه باش كتطلق لينا النسمه ديالها مزيان. عاد غادي نبدا نهز البنات من ديك البصاره اللي عندي طايبه وندير. ملي كتكون عندي البنات في المجمد نفس الشيء، كندير الزويته حتى كتغلى هي والعطريه بنفس الشيء البنات. كنجبد ديك البلاستيكه اللي عندي فيها البصاره من المجمد، كنكون جبدتها قبل البنات بواحد ربيع ساعه، في ساعه كتطلق راسها صافي وكنشحرها البنات. ولا بغيتها جاريه راه كنزيد فيها الماء، الا بغيتها قاصحه كنخليها غير هكا. الا بغينا مثلا العشيه في الليل تشرب بحال شوربه كنزيدو فيها الماء باش تجينا جاريه لينا مطلوقه. بغينا البنات بحال هكذا نغمسو فيها الخبيز كتجي حتى هي كتجي مزيانه. انا تقاسمت معكم التجربه ديالي وصافي حنا هكا كنديروا ليها. اغلبيه البنات الناس ديال الشمال كيخزنوها بهذه الطريقه اللي غنوريكم، كتكون ديما عندهم موجوده. مثلا واحد النهار طيبه غدا على قد الحال وجا شي حد على غفله وخصك باش تعاوني كتجبديها كتشحريها تحطها في طبيصلات. واحد النهار في الليل ما عندكش من العشاء شي حاجه كتجبديها كتزيديها الماء البنات وتشحريها تاني في العطريه والزيت وكتحطيها بحال شوربه. يعني كتنفع بزاف الحوايج البنات. شي مره خارجه للطبيب او عندك شي صخره او شي حاجه كتجي كتجبديها عاود كتشحريها بحال هكا تحطيها طيبي مع حطي معاها زويتنات شويه طيبي مع البيضات هانتي مغديه غدا موجود ساهل. نعطيكم فكره البنات وانتم ما تعرفوا كيفاش تخدموا. دابا البنات لاحظتوا هي تشحرات لينا البصاره ديالنا، هي بدات كتغلي في الطويجين. اللوين ديالها البنات لاحظتوا تبدل يولي فيه واحد اللوين زوين، حتى المذاق ديالها البنات كتجي زوينه لذيذه. دابا صافي غنطفي عليها البنات ونزيدها زويته بلديه وغتكون جاهزه للاكل. خلوها تبرد شويه صافي ونحطوها ان شاء الله. لاحظتوا البنات شتو راه غلات تشحرات مزيان بديك الزويت بديك الزويته وديك العطريه. صافي هنا البنات غنزيدها زويته بلديه من الفوق، واللي بغى يزيدها شويه ديال السودانيه من الفوق، اللي بغى يحط معها شي مزيود الحار يعني لكم الاختيار. واللي بقات البنات البصاره اللي بقات خليتها حتى بردت تماما مره. ها هي شوفوها البنات، وغادي نجيب واحد البلاستيك غذائي ها هو البنات غنتشاركوا معكم. شوفوه هالباكيه ديالو غنوريها لكم البنات، فيها 20 وحده البنات. كناخذها من كارفو ب 17 درهم وفي ديال 25 على 30 سنتيمتر البنات. ها هي شوفوها البنات، في حتى البلاصه اللي بغيتي البنات تخزني شي حاجه وتكتبي التاريخ ديالها كاينه مكتوب تما فين تكتبي. صافي البنات هذه غنعمر فيها
كل بلاستيكه كندير فيها جوج مغارف ولا ثلاثه ديال ديك بيصاره البنات، وكان باش ما تاخذش ليا مسافه مساحه كبيره في المجمده البنات. كان انتما تشوفوا كي غندير ليها، كنقرصها بيديه بحال هكذا. صافي غنكملها البنات ديك البصاره كامله اللي عندي بهذه الطريقه، وكنحاول نفرغ من ديك الميكا الهواء البنات. صافي الا لاحظتوا غنحطهم تنكمل جميع البصاره اللي عندي. ملي كنبغي البنات كنبقى نجبد بلاستيكه وكنطلق راسها وكنحيدها. ديك الساعه كنخدم بها، بغيتها جاريه كي قلت لكم راه كنزيدها الميه، بغيتها غير هكا كنشحرها في الزويته والعطريه وكتكون عندي جاهزه للاكل. بحال هاد اللعيبات البنات كينفعوا بزاف المرأة في المطبخ، يعني كتكون بحال كتساعد راسها يدها بيدها. انا مطيبه مطيبه، نطيب كميه كبيره نخزنها، وقت ما وقفت عليها نجبدها كنلقاها كي كنقول لكم دائما بحال درهم الحلال. غتجبديها واحد النهار ما عند صابحه ما قادش طيبي، او صابحه ما عندكش الرغبه طيبي، او جاوك ضياف على غفله وخصك باش تحطي شليضات في الجناب او شي حاجه، كتجبدي البلاستيكه ديالك البصاره كتخدميها، كتجي سهله ولذيذه وكتسكي. كنقول لكم تستاهل التجربه. وكنعرفوا البنات راه هاد الفول والجلبان راه صحيين، بخصوص في هاد البرده البنات كيسخنوا كيشبعوا يعني، وكيكون اكل صحي 100%. كي كنقول لكم دائما البنات الى عجبكم هادشي اللي كنتقاسم معكم، تابونا وبارطاجي وديروا لي لايك، دعموا القناه ديالي بكم تزيد القدام. وكي كنقول دائما الى فيديو قادم ان شاء الله، وشكرا لكم مره اخرى. خليكم مع تصاور هاد البيصاره البنات، ها هي الشكل ديالها كي داير، البلاستيكات اللي غادي نخزن ان شاء الله.